السلام عليكم. هاي المحاضرة الأولى من مختبر المكامن، فنبدأ بالمحاضرة. فبالبداية لازم نعرف على بعض المصطلحات. أول مصطلح نتعرف عليه هو البروسيتي. البروسيتي عندنا الجزء مص الصخرة تتكون من جزئين. الجزء الأول هو البور سبيس، اللي هو الثقوب أو الفراغات الموجود بالصخر. أما الجزء الثاني فهو الجرين أو الجزء الصلب، نقدر نقول عليه اللي هو الحبيبات الموجودة بالصخرة، مثل هذه حبيبة، هذه حبيبة، هذه كلها حبيبات. فمجموع هذني اثنينات يسمون البولد فوليوم، لو حجم الحبيبات زادت حجم الفراغ الموجود بالصخرة. فممكن نعرف البوروسيتي بكل بساطة is ratio of pore volume in reservoir rock to the total volume، يعني حجم الثقوب أو الفراغات في الصخرة إلى الحجم الكلي. فرياضيا يتم التعبير عنه هو pore volume مقسوم على bulk volume. هنا عندنا يتوفر، هنا ما يتوفر عندنا الجرين volume، هنا يتوفر عندنا بس الrock grains والbulk volume، بينما هنا يتوفر عندنا البور فوليوم والروك جرينز، يعني ما يتوفر عندنا البالك فوليوم. فمثل ما نلاحظ هنا يعني لازم يتوفر على الأقل 2 باراميترز حتى نقدر نحسب البروستي. بالنسبة لنوع البروستي فعندنا تقسيم، هنا يعتمد هذا التقسيم مع البروستي يعتمد على نوع البور. عندنا 3 أنواع للبور. النوع الأول هو dead end اللي يكون ملتصق، الحبيبات ما تكون ملتصقة من أحد الأطراف ومتصلة من الأطراف الأخرى. interconnected bore اللي يكون ما ملتصق بأي حبيبات من كل الأطراف. والisolated bore اللي يكون ملتصق من كل الأطراف. طبعا عندنا total اللي هو مجموع مقسوم على bulk volume، هذا واحد من الأنواع. النوع الثاني اللي يكون المتصلات فقط مقسوم على البولك فوليوم. والنوع الأخير اللي يكون المعزول مقسوم على البولك فوليوم. فشنو سبب دراستنا إلى أنواع البروسيتي؟ بكل بساطة لازم نعرف يا بروسيتي قاعد نحسب بالمختبر، هل قاعد نحسب التوتال أم قاعد نحسب الإفكتيف بروسيتي. واكف نجي إلى المصطلح الآخر اللي هو البرموبيليتي. برموبيليتي تعرفها بكل بساطة هي قدرة ability of rock to allow to flow to burst through it، يعني قدرة الصخرة أو قدرة الصخرة لسماح السائل أو السوائل للعبور من خلاله السوائل أو المواهب. بعدنا هنا مثلا إذا عندنا صخرة وضعنا عليها سائل، فإيش قد نسبة أو هل يخرج السائل أو لا، أو إيش قد نسبته خروجه، هذا هي البرموبيليتي. فكل ما زادت نسبة، مثلا هنا أنا سأعد بهذا المثال، عندنا هنا نسبة عالية من البرموبيليتي. ليش؟ لأن نسبة الخروج من السائل ونسبة حركة السائل من خلال هذه الصخرة عالية، وهذه نسبة قليلة. ليش نسبة قليلة؟ لأن نسبة خروج السائل قليلة بالنسبة للموضوع. دارسي أو قانون دارسي هو اللي يحسبون من خلاله البرموبيليتي، وهذا له عدة شروط ممكن نشوفهم بعدين بالمختبرات القادمة. بعض المختبر راح ناخذ بس حاليا فقط البروستي اليوم. نجي إلى المصطلح الثاني هو الفلويد ساتوريشن. بكل بساطة هو نسبة المائع الموجود بالصخر. مثل عندنا هاي صخرة هنا عندنا فيها كمية من الغاز وكمية من النفط، فتنعرف نسبة جد الغاز وجد نسبة النفط. نحتاج أن نعرف حجم الغاز الموجود هنا بالثقوب مقسوم على حجم الثقوب ككل. نفس الشيء بالنسبة للنفط. فمجموع هذني ثلاثة راح يكون مساوي إلى الواحد. مثلا لو عندنا ماء ونفط وغاز يكون مساوي إلى الواحد مجموعا، وكل واحدة يعطي نسبة إيش قد موجود غاز، إيش قد موجود نفط، إيش قد موجود ماء الصخر.
نبدي هسه بالمختبر. اول شيء لازم نعرف من المختبر، لازم نعرف شنو الهدف من هذا المختبر. طبعا المهندس النفط لازم يكون عنده معرفة بالخواص، مثل البوروسيتي عندنا، البرموبيليتي او غيرها يعني من الخواص. فحتى يعرف هاي الخواص نحتاج اول شيء نحسبها، وشلون نحسبها؟ عندنا عدة مصادر ممكن ناخذها من عندها، هي الكور اناليسيس واللوجينج والويل تيست. اللوجينج والويل تيست او غيرهم من الطرق ما راح ناخذهم بهذا المادة. بالمختبر مال مكامن راح ناخذ شلون نحلل الكور اناليسيس، هذا اللي يجي لنا كور اناليسيس يتم قطعه يعني من المكمن، قطعه من المكمن واخراجه وجلبه للمختبر. لذلك الهدف من هذا المختبر هو تحليل الكور اناليسيس ومعرفة خواص من خلاله. فاليوم نبدأ بأول خاصية هي البوروسيتي. قبل لا نبدأ بها لازم نعرف شنو هي طرق حساب البوروسيتي. مثل ما قلنا سابقا نحتاج على الأقل 2 باراميترز حتى نقدر نحسب البوروسيتي. شنو هذين 2 باراميترز؟ يعني مثل الجرين فوليوم والبولك فوليوم أو البور فوليوم، واحدة من يعني من هذين الثلاثة، لازم نحتاج 2 من الاثنين على الأقل. وقلنا عندنا عدة طرق ممكن نحسب من هذه يعني الطريقة راح نستخدم هي الكور اناليسيس. الكور اناليسيس فيها عدة طرق، كل باراميترز كل باراميترز انه اكو مجموعة طرق. فالطريقة هذه باللون الازرق هي اللي راح نستخدمها حتى نحسب من هذه اليوم، اللي هي الشيب اوف سامبل راح نحسب من هذه البلك فوليوم. الجاز اكسبانشن ميثود او الجرين فوليوم راح نحسب من عندها الجرين فوليوم. فبما انه عندنا جرين وبلك فوليوم راح نستخدم هذا القانون حتى نحسب من خلال البوست. فهنبدي بالتجربة. اول شيء لازم نحسب بلك فوليوم مثل ما قلنا. فشلون نحسب بلك فوليوم؟ بلك فوليوم من الشكل العينة، أغلب أشكال العينة تكون بشكل أسطواني تجي يعني، فنستخدم قانون الأسطوانة اللي هو مساحة الدائرة مضروب في الارتفاع مالتها أو الطول، نقدر نسميه ارتفاع أو طول. بعدنا bulk volume مساحة الدائرة هي الباي في آر تربيع، يعني الباي في نصف القطر. ممكن أن نستخدم القطر مباشرة، لأن القطر هو تقسيم 2 على نصف القطر، ف تربيع الاثنين هو 4، ممكن نستخدم هذا القانون، قطر مباشرة أو نصف القطر حسب المعطى، ونحسب من خلاله الحجم مال الأسطوانة. الطريقة الشغلة الثانية لازم نحسبها هي الجراند فوليوم، حجم الحبيبات. شلون نحسب حجم الحبيبات؟ نحسبها من خلال هذا الجهاز اللي يسمونه هيليوم بورس ميتر. أول شيء لازم نعرف المبدأ مال هذا الجهاز، مبدأ وكيف يعمل. فالمبدأ مال هذا الجهاز يعمل بقانون بويلز. اوكي، لأن قانون بويلز شو يقول؟ يقول ان التغير في الضغط مع الحجم عكسي، بثبوت من بثبوت درجة الحرارة والكمية. فساعدنا هنا مثلا بهذا الشكل عندنا درجة حرارة ثابتة 300 كلفن، وعندنا كمية هنا الغاز أيضا ثابتة. مثل ما تشوفون قاعد كمية الغاز، عفوا حجم الغاز قاعد يقل وي الضغوط. كل ما ازداد الضغط قاعد يقل حجم الغاز بهذا الشكل. فبكل بساطة قانون بويلز. ممكن أن نخطط تطبيق ثاني، لو عندنا درجة حرارة ثابتة وعندنا كمية ثابتة، جبنا غاز ووضعنا أبواء، هذا الوعاء معروف الحجم مالته، فان في 1 معروفة وبي 1 نقدر نقيسه من جهاز قياس الضغط.
ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا V1B1 ناخذ نفس الكمية هذه نفس الظروف ونخليها بوعاء أكبر. فهنا عندنا V2B2. أوكي. إيش راح يصير هنا عندنا؟ بما إنه الحجم معلوم، الحجم الأول الحجم الثاني يكون دائما أكبر من الحجم الأول، والضغط الثاني يكون أصغر من الضغط الأول، يعني توسع الضغط. نشوفه. فنقدر نشتق هذا القانون. V1V1 يساوي لنا V2V2. يعني بثبوت يخبرون أن استخدمنا نفس الظروف فنقدر نساوي. فهذا البرنسبل أو المبدأ بكل بساطة. نجي نطبق هذا المبدأ على الجهاز. أول شيء لازم نعرف ممن يتكون هذا الجهاز. يتكون من فالف ثلاثة، و يتكون من خليتين. الفالف الأول متصل حتى يمر الغاز للخلية الأولى، والفالف الثاني يكون متصل بين خليتين، والفالف الثالث يكون مخرج للغاز. فبالخلية الأولى يسمونها الخلية المرجعية VR، والخلية الثانية يسمونها خلية السامبو أو العينة. يجي نشوف شلون مبدأ عمله. فأول خلية راح يكون يوضع بها العينة. هاي العينة قلنا هنا عينة صخرية أكيد، فتكون تتكون منين؟ من بور فوليوم، حجم فراغات، وتكون أيضا من حجم جرين حويبات. فحجم الجرين لازم يطرح من حجم هذه الخلية. ليش يطرح؟ لأن قاعد يشغل حيز من الفراغ داخل هذه الخلية. وصار الحجم الجديد لهذه الخلية يساوي VS ناقص VG، اللي هو الجرين اللي قاعد يشغل فراغ داخل الخلية. فشلون راح نبدأ بالتجربة؟ أول شيء نفتح الفالف الأول، راح يدخل كمية من الغاز بالحجم الأول ونغلقه. VRBR نقدر نخليها بهذا الطرف من القانون. أوكي. نفتح الفالف الثاني. شو راح يصير؟ راح يتمدد الغاز بالخليتين، فصار عندنا هنا الحجم أكبر. ساعدنا الحجم الأول VR فقط، الحجم الثاني صار أكبر، فصار عندنا VR زائد هذا الحجم يناتج من الاثنين الخليتين. طبعا VX مثل ما قلنا بقانون بويلز، تزداد الحجم راح يقل الضغط. هنا VX راح يكون أقل من VR على الأغلب. فيكون القانون بهاي الطريقة، هذا الحجم الأول والضغط الأول، وهذا الحجم الثاني والضغط الثاني. القانون نقدر حتى الرتبة، احنا كل المعلومات عندنا، الشيء الوحيد اللي ما معلوم هو VG، فنريد نخلي VG بطرف واحدة. يعني البي اكس والبي ار بي ار عفوا نقدر نحسبهن من الجهاز هو يعطيناهن، اما البي ار والبي اس فهن معلومات حجم الغرف. الشيء الوحيد اللي معلوم هو البي جي، فندخل البي اكس على القوس وناخذ البي جي في بي اكس ننقل الى الطرف الاخر، والبي ار في بي ار ننقل الى هذا الطرف. فيكون عندنا الطرف واحدة، ونقسم البي اكس اللي بجانبه على الاطراف الاخرى، فيكون هذا قانون عندنا النهائي. بي جي يساوي لنا هاي الطرف. تم حسبنا من خلال هذا البي جي، وهذا مخطط للجهاز موجود عندكم بالملزمة من فوق. هسه هذا الجهاز عندنا الموجود بالجامعة اللي هو هيليوم بورس بي او ار 3. طبعا اكو اجهزة اخرى ممكن تبحثين عنها بالانترنت، مثل عندنا بي او ار 20، كلهم يستخدمون نفس المبدأ ونفس طريقة العمل. يعني لازم اكو خليتين واكو هاي الاشياء، ونفس المبدأ ان كلهم على بويلز، قانون بويلز، يختلف بالشكل او هيج اشياء يعني، او التصميم او ميزات اخرى يضيفوا له. بعدنا هنا مثلا هنا خالين فالف للغاز تعاقب الغاز، وأن الفالف هو الثاني الثالث نفس يعني تقريبا.
فبعد ما عرفنا هسه حسبنا الجرين فوليوم وحسبنا البولك فوليوم، جالس نشوف الحسابات والخطوات يعني بالنهايه. فعندنا الهيليوم ليش نستخدم غاز الهيليوم؟ طبعا الغاز المستخدم بالتجربه الهيليوم، زين ليش نستخدمه؟ حجم المولات او عفوا مو حجم، حجم الجزيئات مالته صغيره، ممكن ان يدخل باي عينه موجوده. اول شيء، ثاني شيء غاز خامل ولا يمتص على سطح مثل الهواء على سطح الصخور. ثالث شيء ايديا غاز، يعتبر غاز مثالي بالظروف القياسية، يكون قيمة تساوي زد واحد. رابع شيء الهيليوم سريع الانتشار، ممكن ينتشر بسهولة بعد نبر موبيلتي لاو منخفضة. فالبروسيجر تقريبا نفس الشيء، رحنا ضايفين عليه انه لازم العينة ننظفها ونجففها قبل لا نبدأ بها. ومن النقطة ثلاثة هنا نحسب الوزن يريدنا، ممكن الضغط نخليه بحوالي 100 بيصل. اوكي، ف اول شيء الجرين فوليوم شلون نحسبه، البولك فوليوم اول شيء نحسب البولك فوليوم من هذا القانون، يكون هنا نستخدم هذا الجزء، هذا ما نقدر نستخدمه لان بور فوليوم نستخدم هنا، يعني البور فوليوم يساوي ان البولك فوليوم ناقص الجرين فوليوم. فهنا عندنا الجرين البولك فوليوم نقدر نحسبه، فهذه صار معلوم. نجي للجزء الثاني هو الجرين فوليوم، شلون نحسبه؟ نحسبه من هذا القانون قلنا من الجهاز ونوضعه هنا، نحسبه البوست. مطلب ثاني ممكن نحسبه هو الدنسيتي، كثافة. طبعا حسبنا بالخطوات البروسيجر مكتوب انه نحسب الوزن، شنو فائدة حساب الوزن؟ فائدة انه حتى نحسب كثافة الصخرة او كثافة الجرين، حجم الهبوبات من الصخرة. فليش نريد نحسب حجم الجرين؟ طبعا لو عندنا مجموعة عينات بالمختبر وما عرفنا هي، ما عرفنا نوع العينات مثل ما كنا نعرفهم، نريد نعرف نوع كل عينة من هذاني، شلون نعرفهم؟ نحسب الكثافة مالتهم مال كل عينة. ممكن نبحث يعني اكو جدول يكون العينة مقابل الدنسيتي كثافة، مثلا عندنا الدنسيتي 1.5 جرام على سنتيمتر دكي، مثلا ساندستون هاي كمثل، يعني مثلا شيل او غير شيء لا نستوي واقف. فنعرف نوع العينة من خلال الكثافة مالتها، كثافة الحبوبات. وهنا تنتهي المحاضرة، هذه بعض المصادر ممكن تراجعونها وراح تكون مرفقة بالمحاضرة.